مشاهدينا متابعين الكرام اهلا ومرحبا بكم. اليوم نقف امام مجسر حامرة الجرار، هذا المجسر الذي ينفذ من قبل بلدية الموصل. نتواصل مع المهندس نشوان المهندس المشرف على هذا المشروع حتى نطلع على بعض التفاصيل، تابعونا بعد الفاصل. رئيس المهندسين نشوان هاني المهندس المشرف على هذا هو مجسر حاملة الجرار، نرحب بك واحنا نتمنى ان تنطينا معلومات اكثر حول هذا المشروع. نعم، يا اهلا وسهلا بك وقناة راديو الغد. المباشرة كانت يوم 18/6، مدة العمل 180 يوم. المشروع مشروع حيوي ان شاء الله سيسهم في فك يعني الزخم المروري في منطقه الزهور. هو يربط بين منطقه الزهور المثنى والنور القادسيه. الشركه يعني جديه في عملها، وصلنا نسبه انجاز 61%، وان شاء الله سيتم اكمال العمل قبل المده المحدده. يعني من هنا ان شاء الله حاليا نقوم ب مرحلة العمل الحالية، نقوم بنقل الروافد ونصبها، لأن الروافد احنا يعني هي صب مسبق تم صب فترة مسبقة بالمعمل خارج الموصل. هناك موضوع الشوارع الأرضية، شبكة مجاري جديدة، يعني هاي الأمور شوية تتطلب وقت، لكن إن شاء الله احنا بالتعاون مع الدوائر الخدمية وكذلك بال يعني صراحة السيد المحافظ المحترم سيد مدير بلدية الموصل واضعين جهدهم في هذا الموضوع، ويبدون مساعدة كبيرة بهذا الموضوع. مثل ما يعني أتمنى تذكر لنا طول هذا المجسر العرض مثل ما تفضلت يخدم عدد من المناطق، يعني بالنسبة لهذه المقتربات هل أثرت على بعض المحلات أو الدور السكنية؟ نعم، طبعا هو عبارة عن جسر باتجاهين، يربط مجسر المثنى بمنطقة الزهور باتجاه تقاطع المحروق. طول الجسر قلنا 340 متر. بالنسبة للشوارع الخدمية أمنا يعني أقل عرض 7 أمتار للشوارع الخدمية، وهو عرض كافي بدون يعني الدخول يعني بدون موضوع ابتعدنا عن موضوع التمليك والعمارات المجاورة. موضوع انه العمارات هي اصلا مراجع ارتداد، وهذا الموضوع حلناه الى القطاع، والقطاع بدوره الى القائمه المقاميه وسيتخذون الاجراءات القانونيه. نحن بالنسبه لنا اخذنا الشارع اللي موجود بالمخطط مال البلديه 7 امتار كاقل عرض. يبقى موضوع انه الارصفه المفروض هي يعني يصير يعني العماره اللي يبني عماره يرتد مسافه كافيه، وهذا قانون يعني قانون الارتداد. فالجماعة يعني العمارات الموجودة حاليا قلت لك احنا كجهة تنفيذية حلنا الموضوع الى الجهة المختصة اللي هي بلدية الموصل، القطاعات والقائمة المقامية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. تمام. مع بدء الدوام والاحياء اللي دائما يعني تدخل هذه السيارات، هل هناك خطة حتى نعمل اكثر من منفذ دخول وخروج ومع بدء الدوام ونهاية الدوام؟ والله استاذ احنا حتى عندنا موضوع الابوتمنت الاكتاف، يعني راح يكون خارج الموقع. حاليا اخرناه بسبب انه ما نريد نسد الطريق، اضافه الى انه سوينا صيانه للشوارع البديله، اكو افرع انفتحت حتى يعني تكون حركه السير اسهل، وان شاء الله بالايام القليله القادمه سيتم يعني صب الشوارع الداخليه، و يعني فترة وجيزة إن شاء الله سيتم فتح الشوارع. أيضا نتحدث على العمل، أنتم تعملون ليلا ونهارا، كم وجبة بالإمكان أنه هذه الروافد اللي أجيبها مثلا بدل ما يومين أخلي 4 بالإمكان أخلي 12 مثلا حتى نستعجل العمل؟ نعم، احنا خلال النهار هناك تعرف أنت هذا الموضوع النقل يعني موضوع صعب وبيه خطورة، فيعني يوميا نسوي بحدود نقلتين إلى ثلاثة، مرات يعني ساعات الفجر تكون، مرات يكون ساعة يعني أثناء الفترة الليلية، فالعمل مستمر يعني. وبالنسبة للشفتات هناك عمل واقع شفتين، أعمال الصب تكون في المساء في الفترة الليلية، بتعرف على مدة ارتفاع درجات الحرارة وهاي الأمور، وبالنهار عندنا أعمال تهيئة، عندنا أعمال ترابية، أعمال تسويات وتكسير. حاليا بدينا نكسر الأرصفة من شبكة مجاري جديدة، وإن شاء الله يعني العمل مستمر بوتيرة متصاعدة.
أنا في ختام هذا اللقاء أشكرك، وإن شاء الله نتمنى كما تفضلت في البداية أنه نستعجل العمل وننهي العمل قبل الوقت، وإن شاء الله تكون عندنا يعني نسألك مثلا هل هناك مجسرات أخرى ستكون في الجانب الأيسر؟ والله إن شاء الله هناك إحنا أكملنا دراسة 4 مجسرات اللي هو مجسر المصارف، مجسر عدن، مجسر الجسر الرابع، ومجسر اللي قرب دائرة الزراعة. أكملناهم دراسة، تحولوا عن طريق الوزارة إلى يعني ضمن الخطة الاستراتيجية. هذا بالنسبة ما يخص الوزارة. ما يخص المحافظة عندنا مقترح تقاطع 95 سايدين كركوك مع سايدين صابرين، عندنا اليوتيرنات، عندنا يوتيرن مقابل طب الأسنان بحي الحدباء، عندنا يوتيرن أوفر فلاي سايدين كركوك، إضافة إلى أكو يعني مجسرات مقترحة، بس حاليا هاي اللي كدراسة كاملة، وإن شاء الله سيتم إدراجها عن قريب. الجانب الأيمن هل هناك يعني مجسرات في الجانب الأيمن؟ الجانب الأيمن يعني يمكن ذكرنا قبل فترة بلقاء مع جنابك مشروع المياه الثقيلة اللي قيد التنفيذ، يعني الصراحة ما ممكن انه، واكو دراسات عندنا قلت لك يعني المحطة الغازية، الزنجيلي، ابو عبيدة، عندنا دراسات كاملة لكن ما نقدر حاليا نطرحها بسبب موضوع المياه الثقيلة. قلت لك مشروع عملاق، مشروع ضخم، سيدخل الى كل فرع في الجانب الايمن، وطبعا بالجانب الايسر هم اكو مشروع انا ما عندي معلومات عن الموضوع، بس بالجانب الأيمن كل فرع راح يدخلوا موضوع الحفريات والأنابيب، فما ممكن أنه يعني راح يصير تقاطع بالعمل وما نقدر نمشي بهالاتجاه هذا إلى أن إن شاء الله يكمل مشروع المياه الثقيلة، وراها ممكن أنه تدرج هذه المشاريع. شكرا جزيلا مرة أخرى، إن شاء الله مرة أخرى نجي نلتقي وأنتم في اللمسات الأخيرة لهذا المجسم. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا. إذن أحبتي مشاهدي ومتابعي راديو الغد، كنا في هذه الجولة مع المهندس نشوان هاني، المهندس المشرف على مجسر حاملة الجرار بالقرب من منطقة الزهور تسمى حسين الشيخ. إن شاء الله هذا المجسر ينتهي في الوقت المحدد، وإذا استطاعوا أن يعني ينهون العمل قبل هذا الوقت فهذا شيء جيد. نلتقيكم في جولات أخرى. السلام عليكم.